في لبنان بحث رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري مع رئيس مجلس النواب نبيه بري المساعي الهادفة إلى التوصل إلى حل لملف تشكيل الحكومة الجديدة. لقاء يأتي بعد تصريحات من عدد من مسؤولي تيار المستقبل أشارت إلى أنه لا مؤشر حتى الآن على ولادة قريبة للحكومة، حيث ما زال البعض يتمسك بطموحات سياسية ومقاييس خاصة متناسين الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه البلد. لماذا صمت الحريري بعد لقائه بري اليوم؟ وأي مصير ينتظر حكومته الجديدة التي لم ترى النور بعد؟ بالتأكيد الإجابة على كل هذه الأسئلة وغيرها سنحاول بالتأكيد الحصول عليها مع ضيوفي، لكن بعد هذا التقرير. ساعتان هي مدة لقاء انتهى دون تصريحات جمع رئيس البرلمان نبيه بري برئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في إطار مبادرة بري لتشكيل حكومة من 24 وزيرا بدون الثلث المعطل لأي طرف. الإشكال الكبير هو أن رئيس الجمهورية وفريقه السياسي مصرون على الثلث المعطل حتى يتمكنوا من السيطرة على الحكومة في حال حصل الفراغ الرئاسي، في حصل الفراغ الدستوري في مجلس النواب، فيمكن عندها إقالة الحكومة، وبالتالي سيتحجج مفتي القصر أو من يسوغ لرئيس جمهورية تصرفاته بأن الضرورات تدعو أو تستدعي أن يبقى رئيس جمهورية في مكانه. رئيس الجمهورية ميشيل عون كان قدم تشكيلتين حكوميتين إلى البطريرك بشار الراعي تتناولان توزيعين للمقاعد الوزارية تبعاً للطوائف والارتباطات الحزبية. أما التيار الوطني الحر المحسوب على رئيس الجمهورية فيقول إنه يسهل قدر الإمكان تشكيل حكومة تراعي الدستور والميثاقية. تشكيل الحكومة بحسب الدستور الثاني واضح بيصير بين فخامة الرئيس وبين دولة الرئيس. ما فينا نحن من خلال القطيعة ولا ما يكون عندنا تشاور بين بعضنا بدنا نشكل حكومة. لو اتفقنا اليوم نحكي عن حكومة 24 وبدون ثلث معطل، بس آخر شيء فيها تفاصيل يعني. مبادرة بري لرأب الصدع تبقى محاولة أخيرة قبل أن تؤول الأمور إلى مآلات مفتوحة على كل الاحتمالات وفق متابعين. مبادرة الرئيس بري مشكورة ومبادرة البطرك مشكورة وكل المبادرات مشكورة، إنما إذا لم يتنازل أحد الطرفين عن ما ليس من حقه ما رح تتألف الحكومة. أعني إذا ما تواضع رئيس الجمهورية بمطالبه حتى يوقع، لأنه اليوم كل واحد أخذ رهينة، الرئيس المكلف حاطط التكليف بجيبته وناطر التنازل من رئيس الجمهورية. المشهد يشي ببقاء لبعض العقد الأساسية التي تعترض التوافق الحكومي والمتمثلة في الصراع على تعيين وزيرين مسيحيين لحقيبتي العدل والداخلية، وزيران سيشكلان إما مفتاح الحل وإما مفجر المسعى الأخير. يقول متابعون إنه لا يمكن الجزم لا تفاؤلاً ولا تشاؤماً، إذ ثمة فرصة لولادة الحكومة إثر خلط الأوراق الداخلية، والسؤال المطروح هل ستصل إلى نهايتها أم سنشهد عوداً على بدء وتعود أدراجها إلى المربع الأول؟ قد تحمل الساعات المقبلة الإجابة الشافية. جين عفيش، الحرة، بيروت. أناقش هذا الموضوع مع ضيفي من بيروت مصطفى علوش عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل، وأيضا أرحب بضيفي خليل حمادي عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر. أهلا بكما ضيفي الكريمان. أبدأ معك سيد مصطفى، اتصالات ومشاورات مكثفة بعد عودة الحريري إلى بيروت ولقائه برئيس مجلس النواب نبيه بري، ولكن حتى الآن لم نسمع ولم تصدر أي نتائج، لماذا برأيك؟ بالطبع عندما تحدث هكذا لقاءات وهناك توقعات واستشارات تبقى الأمور يعني في مرحلة الغموض، وذلك للتشاور حتى لا تحرق الأوراق وحتى لا تذهب الأمور إلى المزيد من التأويلات. طلب رئيس الحريري فرصة 24 ساعة لدراسة الطرح الذي تقدم به الرئيس نبيه بري واجتمع مع رؤساء الحكومات السابقين، ويجتمع غدا مع الكتلة ومع
التيار المستقبل لمناقشة الموضوع والخيارات المطروحة، ومن بعدها سوف يقوم بما يراه مناسبا. سيد خليل حمادة، أهلا بك معنا. بالتأكيد يعني بما أنه نتحدث عن أن الأجواء ضبابية نوعا ما، إلى أي مدى نستطيع أن نقول بأن المبادرة التي قدمها رئيس مجلس النواب نبيه بري هي عبارة عن ربما بوادر إيجابية أو خطوة إيجابية في مساعي ولادة حكومة لبنانية في القريب العاجل؟ بداية يجب أن أذكر أن مبادرة رئيس بري أتت نتيجة لرسالة رئيس الجمهورية للمجلس النيابي ولجلسة مجلس النيابي وللاجتماعات التي تلت هذه الجلسة، ولوضوح ما كان يجري، لأن الهدف من هذه الرسالة كان الإضاءة على العقد التي كانت تحول دون تأليف الحكومة والأسباب، وثانيا لتحريك المياه الجامدة وعدم حماسة الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة. لذلك الرئيس بري تلقف هذا الموضوع وعرض تشكيلته من 24 وزيرا دون ثلث معطل، الذي أصلا لا أحد كان يطالب بثلث معطل، وهذا أصبح واضح للجميع. والرئيس الحريري عندما كنت سمعت ضيفك الكريم الدكتور علوش يتساءل لماذا تم عرض صيغتين من قبل رئيس الجمهورية، كان ذلك على طلب البطرك، قبل أن يسأل السؤال، على طلب البطرك واستجابة لهذا الطلب، لأن البطرك طلب ذلك من الرئيس ومن رئيس التيار الوطني الحر ومن الرئيس الحريري. أما المفارقة أن الرئيس تجاوب فورا تسهيلا للمهمة، بينما الرئيس الحريري ركب في طائرته مثل العادة وسافر وترك البلد. ولذلك الرئيس بري أؤكد لك أنه قام بضغوط كبيرة، لأن الرئيس الحريري كان يجب أن يعود من الاثنين الماضي، الصيغة عرضت على الرئيس بري الاثنين الماضي ووافق على أكثر من 90% مما ورد فيها لأنها كانت منطقية، وطلبت 48 ساعة يومين للعودة بجواب الحريري الرئيس المكلف، ولكن 48 أصبحوا 48 و48 إضافية، ولم يعد الرئيس الحريري إلى لبنان إلا فجر اليوم. طيب، ولكن كان سيد خليل أعلم بطرح الرئيس بري. يعني ما تتحدث عنه معلوم، ولكن اسمح لي سيد خليل أريد أن أناقشك في خيار يتم الحديث عنه. أنا بالتأكيد لا أتبنى هذا الخيار، ولكن يتم الحديث عن استقالة جماعية لنواب التيار الوطني من مجلس النواب. هذا سيؤدي بالتالي إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة وسحب التكليف من الحريري وتكليف شخص آخر بهذه المهمة. سيدتي، في الدستور اللبناني ليس هناك أي صيغة لسحب التكليف من الرئيس المكلف. لذلك لا يمكن أن يستمر لبنان بالوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والصحي الذي الموجود فيه اليوم بدون حكومة. لذلك إذا كان الدواء الوحيد هو الكي، يعني الاستقالة من مجلس النواب لإعادة تكوين السلطة عن طريق انتخابات مبكرة ولتكليف رئيس يمكنه أن يشكل حكومة وأن يخرج البلاد من الوضع الذي وجدت فيه منذ أيام حكومة الرئيس الحريري السابقة عندما استقال في أكتوبر 2019. لذلك أذكر أن من تلقف هذا الوضع هو البطرك الراعي والرئيس بري. البطرك الراعي طلب بعزة الأحد من الرئيس الحريري بشكل غير مباشر الاستقالة مثنيا على ما قام به الوزير المكلف الرئيس المكلف السابق مصطفى أديب، الذي استقال عندما وجد أنه لم يستطع أن يشكل خلافة، والرئيس بري بالمبادرة التي قام بها. دعني أنقل هذه النقاط إلى ضيفي من طرابلس السيد مصطفى علوش. سيد مصطفى، إلى أين ستتجه الأمور؟ الحريري يتهم بعدم قدرته على تشكيل الحكومة، أزمة ثقة واضحة خرجت للشارع العام ما بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والرئيس اللبناني ميشيل عون، وبالتالي على ما يبدو بأن هناك فعلا عوائق كبيرة حتى الآن لم يستطع سعد الحريري تجاوزها.
بالبداية يعني حتى لا نذهب إلى الحوار الطرشان الذي دائما يكون العنوان عندما يكون أحد الضيوف هو من التيار الوطني الحر، فالكلمات ذاتها تتردد ونعود إلى لوم الحريري على السفر وألمون لك هذا كلام. طبعا ربما الإخوان في التيار الوطني الحر لا يعلموا أن هناك هواتف يمكن أن يتم الاتصال من خلالها. المؤكد هو أن الرئيس الحريري لم يتم التشاور معه بالمبادرة الرئيس بري إلا من قبل 48 ساعة من الآن، وكان تجاوبه واضحا وعودته مباشرة بعد هذا الكلام. لذلك القضية ليس من المفيد أن نلت ونعجن بهذا الموضوع. طيب لكن سيد مصطفى، يعني كيف الأساسية ينظر الحريري إلى المبادرة التي قدمها بري؟ 24 وزير دون ثلث المعطل. نعم نعم هذا الكلام دقيق، 24 وزير دون ثلث المعطل، لكن التفاصيل هناك كلام طرحه رئيس التيار الوطني الحر وأظن أنه مصر على هذا الطرح. ماذا يحصل بالوزراء المسيحيين؟ من يريد أن يعينه؟ يعني عمليا هو يريد أن يقول بأن سعد الحريري رئيس الوزراء المسلم السني لا يمكنه أن يعين وزراء مسيحيين، وهذا مرفوض بالكامل. رئيس الحكومة سعد الحريري المكلف يريد حكومة ومتمسك بثلاثة أشياء: حكومة من المستقلين غير الحزبيين الاختصاصيين، حكومة لا ثلث معطل فيها، وهو متمسك بحقه الدستوري بتسمية الوزراء. أما أي طرح آخر يأتي من هنا وهناك وكلام خارج الدستور فهو لن يقبل به. طيب يعني أعود إلى سؤال سألتك طرحته عليك قبل قليل، إلى أين ستتجه الأمور؟ حتى الآن واضح بأنه لا توجد أي ولادة قريبة لحكومة جديدة تبصر النور في لبنان. طبعا بعد المشاورات التي يجريها سعد الحريري خلال 24 ساعة كما طلب من الرئيس نبيه بري، على الأرجح وهذا ما يعني ننصح به أن يقدم التشكيلة التي يراها مناسبة من خلال طبعا 24 وزير من دون ثلث معطل من اختصاصيين غير حزبيين، ومن بعدها يعني تصبح الكرة بملعب رئيس الجمهورية من جديد. الخيارات الأخرى مسألة الاعتذار أو غيرها هي الآن لا تزال قيد الدرس. قضية الاستقالات من يعني إذا استقالت كتلة التيار الوطني الحر، هذا لا يعني انتخابات مبكرة، هذا يعني انتخابات فرعية كان من واجب هذا الحكم وهذه السلطة أن تجريها منذ أشهر. لذلك طيب، القضية يعني لا تكون بهذا الشكل. سيد خليل حمادي، يعني هناك تيار يتحدث بأن المبادرة التي قدمها رئيس مجلس النواب نبيه بري هي أول مبادرة خرجت للعلن، أول مبادرة مباشرة، وبالتالي من الممكن أن يكون قد حصل على ضمانات من الطرفين للوصول إلى نتيجة ربما قد يتم التوصل إليها قريبا، ما رأيك؟ بداية ردا على ما تفضل به الدكتور علوش، نحن لا نلت ولا نعجم، وأنا أكيد أن سفر الحريري وغيابه المستمر عن لبنان بظرف عندما يكون مكلف بتأليف حكومة لبنان بهذا الظرف الصعب يزعج تيار المستقبل وتحديدا الدكتور علوش أكثر ما يزعجنا، لأن هذا الموضوع يحرجهم. أما فيما يختص، لنرجع إلى لب الموضوع سيدتي. أي تفضل. الرئيس الحريري غير مستعد لتأليف الحكومة، هذا أصبح واضح، لأنه هذا من وجهة نظركم أنتم في التيار الوطني يا سيد خليل، لأنه ضيفي مصطفى علوش هو وضح الكثير من النقاط. عموما بدي أرجع له بعد قليل. الرئيس الحريري يعلم جيدا أن في لبنان عندما تكلم عن الرئيس السني المرجعية السنية بلبنان السعودية، إذا المملكة العربية السعودية لا تدعم الرئيس الحكومة بلبنان لا يمكن أن يؤلف حكومة، وإذا ألف حكومة لا يمكن أن يستمر. ومشكلة الرئيس الحريري هو أنه في كل سفراته الهدف الأساسي كان التوسط عند الفرنسيين، عند الإماراتيين، عند الروس، عند المصريين، عند الجميع،
للتوسط لدى المملكة السعودية لدعمه في مهمته، ولغاية تاريخه لم يحصل هذا الدعم. لذلك هنا تكمن المشكلة الكبرى. الرئيس الحريري طالما لا يحصل على الدعم السعودي، أنا أعتبر بوضوح أنه لا يمكن أن يتوصل إلى تشكيل الحكومة. طيب في هذه النقطة سيد خليل، برأيك الضغط فقط من السعودية أو من إيران، أم أن هناك أيضا ضغوط دولية خارجية أخرى؟ سيدتي، الرئيس الحريري بدأ بمبادرة فرنسية وبدعم فرنسي كبير، يبدو أنه أضاع هذا الدعم. وبزيارته لروسيا التي تزامنت مع زيارة الوزير باسيل، تم إيضاح بعض النقاط وتبين من هو وراء العقد بتأليف الحكومة، والفرنسيين فهموا هذا الموضوع، والبطرك الراعي داخليا فهم هذا الموضوع، والرئيس بري فهم هذا الموضوع، وما مبادرة الرئيس بري وما يتقدم إلا لمعالجة هذا الموضوع. نحن نتمنى من الآن، خلينا نستمع إلى رد ضيفي السيد مصطفى علوش على كل هذه النقاط. ما رأيك سيد مصطفى علوش بكل هذه النقاط التي تحدث عنها ضيفي السيد خليل حمادي؟ طبعا هذا هو هذه الحجج التي يسوقونها الأصدقاء في التيار الوطني الحر على مدى الأشهر الماضية، وهي حجة السعودية. ولكن الحجة عمليا، من يؤخر تأريف الحكومة هو رئيس الجمهورية، هل هو للأخذ على خاطر السعودية أو على خاطر إيران، أو بالحقيقة هي لمجرد ضمان كيف يمكن أن يورث الحكم لصهره رئيس التيار الوطني الحر. إذا كان الكلام صحيحا، فقد عرض سعد الحريري عدة تشكيلات وزارية على رئيس الجمهورية، والماء تكذب الغطاس كما يقال. فإذا كان ممكن أن يقبل التشكيلات ويضع سعد الحريري أمام واقع بأن السعودية لا تريد هذه الحكومة، ورغم ذلك هو ألف الحكومة. يعني القضية هي متعلقة بقرار عند رئيس الجمهورية. قدم سعد الحريري تشكيلات، لو قبلها وكانت السعودية غير راغبة بذلك، عندها يعني لا تكون للسعودية أي رأي بهذا الموضوع. شكرا جزيلا لكما ضيفاي من طرابلس، مصطفى علوش عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل. بالتأكيد أيضا أشكر ضيفي خليل حمادي عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر. شكرا لكما.